مستقبل الرعاية الصحية ناقشها أكثر من 75 متحدثا حول العالم في قمة افتراضية عقدت في دبي. جلسات القمة ناقشت التحولات الطارئة على العملية الطبية. جائحة كورونا سرعت وفق خبراء من خطوات دمج الذكاء الصناعي في الطب. سنة 2020 سنة فريدة، تعلمنا فيها الكثير من الدروس. تعلمنا فيها كيف نحمي أنفسنا وكيف نتعاون ونتبادل الأفكار المبتكرة لنكون قادرين على توفير الرعاية الصحية المناسبة لشعوبنا. في الإمارات بدأ هذا التحول قبل الجائحة ببضع سنوات، بل إن هيئات الصحة تحاول الآن قطف ثمرة دمج التكنولوجيا بالقطاع الطبي. فكيف نستفيد منها؟ تسهيل الوصول للرعاية الصحية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، رفع من جودة الرعاية الصحية في القطاع الصحي في أبوظبي. رقم ثلاثة طبعا خفض العبء المالي على الصرف الحكومي في المجال الصحي أيضا. فالفكرة الموضوع أن دائرة الصحة استثمرت في منصات عديدة للصحة الرقمية. هذه المنصات كلها تدعم التطور المستمر والتحول الرقمي للقطاع الصحي في أبوظبي. استشارات طبية عن بعد أصبحت متابعة الحالات في الدول الفقيرة وتقديم العلاج للمرضى هناك متاحا مع تطور وسائط الاتصالات. تطبيقات تتابع الحالات الصحية للمرضى، وليس انتهاء بتطبيقات تتيح تبادل الخبرات الطبية والعلمية بين الأطباء. وجود نوع معين من هاي البرامج جدا مهم، لأن بالتكنولوجيا راح نوفر علينا الوقت وايد، وراح يستوعبون أطباء اللي في التخصصات المهمة أهمية التعليم والتدريب، بحيث تكون المادة العلمية متوفرة لهم في أي وقت في أي مكان، ممكن ينزلونها على موبايلاتهم. التدريب راح يكون أكثر دقة، في متابعة دورية لهم. وعلى الرغم من أن أنظمة الرعاية الصحية في العالم العربي كانت متأخرة عن الممارسات الدولية ومعايير الجودة في الماضي، إلا أن استثمارات كبيرة حدثت في القطاع في الأعوام الأخيرة، حيث تشير التوقعات بنمو سوق الرعاية الصحية في العالم العربي ليصل إلى أكثر من 244 مليار دولار بحلول العام 2023، وسط آمال بثورة رعاية صحية جذرية لم تشهدها المنطقة من قبل. لم تسهل التكنولوجيا من عملية تشخيص الأمراض وحسب، بل أصبحت الخدمة الطبية تذهب إلى المحتاجين إليها في كل الظروف ومهما بعدت المسافات. بلال الفارس، الحرة، دبي.